السلام عليكم، مساكم الله بالخير. اليوم إن شاء الله الموضوع اللي سوف يكون في سنابي هو تمارين شد الجسم. وتمارين شد الجسم ترى هي شيء إضافي مع التمارين اللي حنا نسويها لخفض الوزن مثل المشي، ركوب الدراجة، السباحة. طبعا شد الجسم حنا نحتاج إلى تمارين مقاومة. أنا اللي بسويه إني أرسل صور لهذه التمارين. فالخطة هي كالتالي: نستمر في ممارسة الأنشطة البدنية الهوائية مثل المشي من ساعة إلى ساعة ونصف اليوم. طبعا يضاف إلى هذه التمارين تمارين المقاومة. تمارين المقاومة هذه لشد الجسم، مخصصة لشد الجسم. كل الصور اللي أنا عرضتها اللي يشوفونها في سنابي هي من هذا الكتاب. هذا الكتاب باعوا منه أكثر من 1,000,000 نسخة ما شاء الله.